اضحك عالدنيا. فهمان فهمان. طفي طفي. قلت قال لك اضحك. لك عشو بدي اضحك. قولك على هالدنيا. اسمعوا يا أمة الله. اسمعوا يا أمة الله. اسمعوا وعوا. بهالأيام اللي كلها غلي، في حدا بالدنيا أو في مطعم بالدنيا بيقدم شوربة ببلاش؟ هيدي بيعملوها ببلاش لما بيكونوا الزبونات مثل الناس بيشربوا شوربة وبعدين بيطلبوا أكل، ما بيكونوا زبونات أمثال هالزبون اللي عنا اللي اسمه مرحبا. ها اذكر الضيب وهيو القضيب. خيلا. ما بك واقفا أمامك اللوحة؟ لوحة يا شوحة. هل أنت الندل؟ لا اوعى لحد هون وبس. ضبط كلامك ولا ما بتعرف شو بيصير؟ لا تغضب يا صاح. نزل بالعربي يعني الساقي أي الجرسون. يعني هل النزل معناته جرسون؟ أي نعم. فإذا أنا الجرسون. هات ما عندك من المأكولات والمثالب والحلويات. عنا زعتر بزيت والحلويات عفيس بتمر و... ما هذا يا هذا؟ ماذا أسمع؟ ولك ليش عم تعذب حالك؟ خد شوف الليستة وشوف شو بدك تطلب. حسنا. ما اسم الذي يصيح صباحا باقلا عند الفزلي؟ شو هي حزورة؟ كلا ثم كلا. هلا بيصيح عند الفجر؟ نعم عند الفجلي. عرفته. ما هو؟ طور. كلا يا أستاذ كلا. ولك بيصيح ولا بيشنهي؟ يصيح صاح يصيح. إذا كان بيصيح بيكون ديك. حلو. واسم مدامته؟ نحن الديك يلي عنا قسيت وأعزب ما تجوز. يجب أن يكون له زوجة. تكرم عينك فكرة من زوجة. وما اسم مدامته؟ صبرك يا روح. أذب أذب. ما اسم مدامته؟ جاجة. حلو. وما اسم ابنها الصغير البكر؟ يا خي نحن الجاجة يلي عنا قسا ما خلفت. أذب بسلعة. ما اسمه؟ أوهو يا خي صوص صوص. حسنا. وعندما تقاك الدزازة هم ماذا تضع؟ معزية. كلا ثم كلا. صبرك يا روح يا خي. طبع بيضة. أحسنت أحسنت ثم أحسنت. إذا أعطيني بيضة مبيضة موضوعة فوق صحن أبيض وبياضها أسد من بياض البيضة. نعم 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 نعم. بيضة مبيضة. يا سلام. بياضها أسد من البيضة. نعم نعم. رح تفل من هان ولا بسود وشك؟ إذن أأتيني بصحن من الثلباء. إيه ما تكرم عينك. لا 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 أبو سليم، هيدا مش معقول. شو هو المش معقول؟ في مطعم بالدنيا بيخسر. إيه على أيام المرحوم جوزي كان القرش يربح 10. بس على أيام المرحوم جوزي ما كانت الشوربة بالمطعم ببلاش. ما اليوم كل شي غالي يا ستنا، كل شي غالى. طيب شو العمل؟ العمل إن نلغي الشوربة ببلاش ونحط الفواكه والقهوة بعد الأكل بيكونوا أكلوا دفعوا مصريات، منحطهم ببلاش. طب والزباين يلي عودناهم إنه نقدم الشوربة ببلاش؟ أنت تركيني أنا أتصرف مع هالزباين وبعدين بتشوفي كيف الشغل. طيب تصرف وفرجيني شو رح تعمل. حفرجيك.
طاح ديك الصباح طاح. إجا يلي ما بيتسمى وتل الدنيا صراخة. ليشو مبين معك اليوم مظاهرة؟ شو هذا؟ أصعدت صباحا، هؤلاء هم أصدقائي. أيوة. وقد عزمتهم على الغذاء. لا تكذب علي يا صاح. لازم تعزمهم لأنه ها مطعم أبوك. لا تقدموني أمام أصحابي بهذه الطريقة. مختصر، شو بيحبوا ياكلوا الشباب اللي معك؟ أنا عزمتهم وأنا أطلب ما أريد. شو بتريد؟ أولا أحضر لنا أربع صحون. المنية حضرت فهمان أفندي عنا اليوم. المنية مغربية. أنا لم أطلب المنية، أنا أطلب أربع صحون سلباء. واليوم ما نوع السلباء؟ اليوم الشرباء شوربة بعدس. أمس كانت سلباء العدد. أنت الصيد أول أمس، امبارح كانت شوربة الهليون. صدقت ثم صدقت. وبعد الشوربة شو بتحبوا تاكلوا؟ احضر لنا اربع صحون صلباء. وبعد ما بتخلصوا شحون الشوربة شو رح تاكلوا؟ سنذهب. ايه شرفتوا. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. ستني اليوم رح تخليني انا اتصرف ولا شو؟ شو في يا ابو سليم؟ يا ستي في عندي هالزبون اللي اسمه فهمان، ولك ما بكفي بيجي هو وبياكل شوربه ببلاش، بيقعد على الطاوله بياخد اربع خمس محارم وراء وبيحطها بجيبته، وبيجي بمد ايده على الملحات بيعبي شوي بورقه وبياخده، بعد شوي بيشوف علبه اللي فيها كردونات بياخد سبعه ثمانيه عشره وبياخدهم، طيب وش الطاولات عم يوسخون؟ وبياخد 100,000 شغله عن الطاوله، هذا ما بيصير. وبعدين جايب لي ثلاثه اربعه وعازمهم على الشوربه، هذا بيصير؟ روق يا ابو سليم، احسن شيء منعه يدخل المحل. هذا واحد جرصه، اذا كحشناه بيعملنا قصه وبيشهر فينا. طيب شو العمل؟ اسمحي لي اتصرف انا. اعمل يلي بدك اياه. هلا صار شغلي معك يلي اسمك فهمان. هلا يا هلا يا هلا يا هلا، ولك ريت صحة وهنا محل اللي يسري يمري. أيوة ثقلا ريت صحة. ثقلا ثقلا، ما هو يا أستاذ أطيب من العسل؟ لما بتكون الشوربة ببلاش. صدقت. بطني دقيقة بطني، بطني دقيقة بطني. لك سوء السوربة يا أبو سليم، سوء حاطت فيه انسم بطني. أولا أستعقالي يا أبو سليم بطني. ولك روح وقوموا فلوا من هون درب السد اللي ما ترد. شوفي يا أبو سليم، ليش هزبونات راكدين؟ هودي ما زبونات، هاودي معازين فهمان. خلاص هاي اخر مره بيجوا بقى على هالمطعم. ليش؟ هالمره عملت لهم شوربه بذات الخروع، بس مره تانيه بدي اعمل لهم اياها بالبطاط. يعني ارتحنا منهم؟ بظن ما بقى حدا منهم يدعس هالمطعم بحياته. جلسون يا جلسون. قولي علاك ولا شو جابك؟ زقت أشكرك. ولك على شو بدك تشكرنا؟ على السلباء. كيف 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 كيف؟ قبل أن أخذ السلباء
كانت نفسي تصد ومسدودة وما كنت أكل كثيلا. يا سلام. أما بعد أن أخذت السلباء صرت بحالي حسنة، نصيت وصلت أكل كثير. يعني جاي هلأ كمان تاكل شوربة؟ لا، اليوم زايا أنفعكم. إيه إذا كان هيك أهلا وسهلا، والمصريات اللي بدك تدفعهم بدن بروزهم ونحطهم بصدر المطعم. في عندكم دجاج؟ إذا بدك تاكل دجاج فهمين أنت، ما أنا غريب اسمع مني روح كل ساندويش هون المطعم غالي عليك كتير. هذا من وصلك لوح زيب صلوز. إيه تحت أمرك. وزب لي كام صحن مقبلات حمص فوق سلطة زيتون يعني هيك. حي الله على وين رايح؟ شب لك الطلب ويسوي لي سوية كفتة وسوية لحمة على ذوقك. بدك يوهم يعني فوق الفروج؟ لا تحت الفلوز. وبدك تاخدهم معك كان حتى عم تعمل هالعزيمة؟ لا بدي اكلهم هون. صحتين عدنك، صار لك زمان ما اكلت. صلي اكتر من ساعة مني اكل. يا سلام. يا لطيف مش معقول. ولك يا عمي الناس إلهم معدة وبطن وأنا سؤلي أنت دست برميل خابية. لك شو هذا؟ امسك هالفاتورة. امسك سويدة هذا الحساب. الحساب؟ ايه حسابك كم يا غلام؟ 13,000 ليرة أنا وحدي. ما أنت طلبت قد خمسة. شو هيدا؟ ضعت الخضلة بألف وخمسمائة ليرة. كتير معلومة كتير. عالآن نعنع ونص خسة وخيارة وبصلة وقرص بندولة بألف وخمسمائة ليرة. هيدا السعر الرسمي يا فهني. ايه بس أنا ما أكلت منه. ومين قال لك ما تاكل منه؟ يعني هلأ كل ما إذا تبوم بتحطوا له هالضار وبتاخدوا منه 1500 ليرة. طيب شو بتريد نعمل من كبة؟ سي حلو، يعني كم الله هالضار بيروح وبيرزع الطاولة؟ والله على حسب يا فهمين، أوقات 4-5 مرات، أوقات 6 مرات، أوقات 10 مرات. يعني هلأ إذا واحد معطل وعنده عيلة مثل حكيتي وعزامه على المطعم شو بدي يدفع لك؟ المطعم ما عملوه للمعطرين واللي عندهم عيلة أمثالك يا طرمين فندق. هلأ شو بدنا بهالحديث وبهاللواية كلها؟ يلي ما في معه مصالي شو بيعمل؟ يلي بياكل مثل الطار وما بيدفع بياكل كفان وبيطلع النار من عيونه. هلك انا عذر لك شوي يطلقني كفان لاني مستعجل كتير. بس ما انا يلي بدي اضربك الكفان. لك مين؟ شايف هالرجال اللي واقف على الباب طوله مترين وعشرة سنت وواقف على الباب؟ يا بجان اتفضل لعنده هو بيحاسبك. لا دخيلك يا ابو سليم، بدفع الفات طوله ويحلم علي دخول ما طلع طول حياتي. من إذاعة صوت التعب وكذب لكم صوت التعب بالنامل. اضحك على الدنيا. اعداد صلاحتي زينة. تمثيل فهماش وفيفي وابو سليم الطبل.